مرحبا. فيديو درون راح يكون حاليا من ليوبليانا عاصمة سلوفينيا، وأول تطير للدرون راح يكون من هالأوتيل اللي شايفينه حاليا، أوتيل نوكس بالعاصمة ليوبليانا. ما بيقع بوسط السنتر العاصمة، بيبعد عنا حوالي 4 مايلز. تم اختيار الأوتيل لسبب أنه كان عندي بالرحلة أخ صديق يعني ومعه سيارة، فكان رحلاتنا كلها تطلع من الأوتيل وتلافينا نكون بالداون تاون بالسنتر. مع أنه في ميزة للداون سنتر أنه يكون الواحد بنص البلد، خاصة إذا بحب يمشي بالليل أو متأخر بالليل أو الصبح بنهار يعني بمحيط الأوتيل. ولكن أوتيل نوكس بيميزه المنطقة اللي شايفينها حاليا الخضراء خارج الأوتيل، هو بيقع بأحد يعني ضواحي لوبليانا، ورا تماما في ممشى جميل جدا، وفي شبه يعني فينا نشبهها غابة صغيرة رح تشوفوها بالفيديو إن شاء الله. بدأنا الدرون من بلكون الأوتيل هون عندنا، بما أن الغرفة كانت على زاوية مناسبة لتطير الدرون بعد ما أخذنا الإذن من إدارة الفندق، وشرط طبعا انه ما يتصور شيء من غرف الفندق، فكان التصوير الاول من هنا. وبعدين رح نمشي بالهايكينج او الووكينج اللي هو بالغابة اللي ورا الاوتيل تقريبا. ومع بداية تطير الدرون نعطي معلومات سريعة عن سلوفينيا والعاصمة، العاصمة لوبليانا. هي عاصمة سلوفينيا اكبر مدنها، بيبلغ عدد سكانها تقريبا 278 الف نسمة. تقع لوبليانا بالجزء الأوسط من البلاد، تعد مركز ثقافي لسلوفينيا، فيها يعني فيها بنلاقي جامعة لوبليانا ومتاحف كتيرة، من بين المتحف الوطني ومتحف التاريخ الطبيعي السلوفيني ومتحف الإثنوغرافيك. فيها صناعات رئيسية يتم تصنيع فيها الأجهزة الإلكترونية والآلات، بالإضافة إلى صناعات المنتجات الورقية والمنسوجات. سبب تسميتها، الأصل الاسم المدينة غير واضح. بالعصور الوسطى عرف فيها كلب النهر، يعني النهر الأساسي بالمدينة اسمه لايباخ باللغة الألمانية. والألمانية يعني يجدر ذكر أنه الألمانية كانت تستخدم في ليوبليانا لحد سنة 1918. وفعليا في مشكلة معظم العلماء كيف ربط أسماء سلوفينية والألمانية، بحيث أنه بما أنه كانت الألمانية مسيطرة يعني هي اللغة الأساسية قبل، وإنه من 1918 تغيرت اللغة. رمز المدينة هو التنين. التنين راح نشوفه بفيديو تاني على الجزء العلوي من برج قلعة ليوبليانا، حيكون لنا فيلم كامل إن شاء الله، فيديو كامل عن ليوبليانا المناطق المهمة السياحية، ومن ضمن القلعة وهي يعني معلم سياحي جميل جدا. فالتنين بيظهر بالشعار الرسمي لمدينة ليوبليانا وعلى جسر التنين كذلك المشهور بالمدينة. طبعا رمز التنين للقوة والشجاعة والعظمة. ليوبليانا دخلت الاتحاد الأوروبي سنة 2004. وضع الحجر الرئيسي الأساسي لأول مسجد بليوبليانا بسبتمبر 2013. خلال رحلتنا كان لنا زيارة للمسجد، التقينا بالشباب القائمين عليه، ويعني في جهد طيب صراحة المسجد. حاليا في مخطط لتوسيعه، يعني توسيع المسجد أكثر إن شاء الله، بضم قاعات كذلك يعني وقاعات تدريس، بالإضافة إلى المصلى الرئيسي الموجود فيه. مناخ ليوبليانا محيطي، مطل هي على منطقة شبه استوائية، مناخ رطب، بالصيف حار وبالشتاء بارد. الصيف يعني أقصى درجة حرارة بيوليو وأغسطس بتبلغ تقريبا بين 25 إلى 30، وبالشتاء طبعا باردة. أبرد شهر فيها يعتبر شهر يناير، توصل الحرارة لصفر تقريبا، الثلج بيغطيها لفترة يعني كذلك تمتد بين شهر إلى شهرين، تغطية كاملة بالثلوج. وحتشوفوا بالفيديو الثاني الخضار يعني هي تعتبر المدينة الخضراء، أنا سميتها وتسمى المدينة الخضراء لأنه فعلا محافظين فيها على الطبيعة والخضار بشكل رائع جدا. السنة 2023 راح يتم فيها مسابقة البلانيتسا اسمها، اللي هي القفز، مسابقة القفز على السكينج يعني الجليد. تتميز المدينة بهالرياضة، البلد بشكل عام مش المدينة،
سلوفينيا فيها مناطق مرتفعات جبلية راح نشوفها بالفيديو الثاني، وكيف بيتم على مدار السنة التدريب على القفز، رغم انه بالصيف ما في ثلج، ولكن السلوبس اللي هي المنحدرات معمولة بطريقة بيقدروا يعني ينزلوا فيها حتى بالشتاء على الحشيش، بالصيف على الحشيش. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله. يقولها 100 مرة أو أكثر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم، وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا على فطرة الإسلام. أحلى صباح، صباح الطبيعة، سبحان الله.
ومقصد الأنعام إظهار الحجج لديننا الحق وإبطال اللجاج، فأرسل الرسل بذاك تخبروا، أعرفوا إذ هم بشروا وأنذروا، أعرفوا إذ هم بشروا وأنذروا. وبعدها الجهاد بالأموال قد جاءنا في مقصد الأنفال، لكن بالنفس الجهاد مقصد في توبة قد جاءنا فلتهتدوا. فواجهت يونس ابتليها تشكيك أهل الكفر والتشويها، وهود بعد واست الدعاة من الأذى كي يرزقوا الثبات. أتت ليطمئن بحب مولاه الذي قد امتحن. مقصد إبراهيم ترغيب الملا في حبه سبحانه جل علا، في الحجر حفظ الله للعباد المخلصين القصد للإسعاد. فلنشكر الله على كل النعم لكي تدوم مقصد في النحل عن بيان ما للخلق من كرامة، مقصد الإسراء بعد الاستقامة. سبحانه حق أتى في الروم والإبان لا ندري متى، بحكمة بالغة تحدد أوصافه لقمان حقا تشهد. فالصبر والحلم مع الأناءة لحين نصر مقصد للسجدة، فالصون والتكريم للجناب النبوي مقصد الأحزاب. زمام حمد شرف إهانة في سبأ بيده سبحانه، مراتب للناس قد تفاوتت وفاطر لتستبينها أتت. وبان في ياسين ذا وظهر بيوم بعث ليس فيه يمترى، وخص مخلصون بالصفات لأنهم أشرف مخلوقات. ومن يكن بالصبر قد تحلى سما في صاد مقصد تجلى، إظهار حب الله مع لوازمه ذا مقصد في زمر لعالمه. والقلب في غافرنا يصفى من شر الاستكبار حتى يشفى. بهذه الخصال للسعادة فصلت الأصول للسيادة، لكنه الرحمن تسبق الغضب رحمته ولا يعد ما وها، وأعظم العذاب يوم الواقعة كذا النعيم في الجنان الواسعة. تبلغ في الحديد بالإنفاق في الخير والعلي بالاستباق، حسن اختيار من تناجيه وقع مع أدب النجوى بقصد قد سمع. فمن على غير الإله اعتمدا يخذل هو العكس بحشر قصدا. ولاء والبراء في الممتحنة لمن له نفوسنا مرتهنا.
الصف تدعو المؤمنين للولا بينهم في الله جل وعلا حفظ خصائص لهذه الأمة ومنح لها أتى في الجمعة في الفرقة المنافقون اجتهدوا فأنزلت في فضحهم وفندوا والاجتهاد مقصد التغابن فاحذر من الفتور والتهاون ثم الطلاق قصدها حفظ الأسر من هدمها بالظلم حيث لا يقار في حق زوجات كذا التحريم من بعد كي تهذب الحريم. أرسلته محمدا هدى يضيء في المدى في أول الوحي يرى رؤيا منام وهدى رؤيا منام وهدى وثم يخلو بحراء تعبدا تفكرا حتى أتى جبريل لكي يكون منذرا فقال اقرأ للنبي مكررا للطلب وما أنا بقارئ أجاب دون كذب وما أنا بقارئ أجاب دون كذب جبريل بعدها انطلق يتلو بداية العلاق وثم عاد المصطفى في رهبة وفي قلق فهدأت من روعه وكررت في سمعه خديجة تطمينها تمدح حسن طبعه تمدح حسن طبعه أرسلته محمدا هدى يضيء في المدى في أول الوحي يرى رؤيا منام وهدى رؤيا منام وهدى قد شهد ابن نوفل له بخير منزل وقال جاءك الذي يتالي حفاظ الوحي شذا الريحان وعمير الكون مدى الأزمان فلتدعو الحنان المنان أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت يا من بالآي تغنى قد لامس صوتك من أنى فشفى التحذير معنى وبكى يرجو من أغنى يا من ولتشفي جروحك بالصلوات وتسبح ربك في الخلوات وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت ليضاء البيت ولتسأل ربك لقياه وتشد رحالك لله خاب محب ناجى وتضرع في
باب علا رباه أتيت رباه أتيت. سيقول يقينك لا تأسى إذ تمحو الرحمات البأس. سيطهر قلبك والنفس سيجيب دعاءك لن ينسى. كم أنت بكيت كم أنت بكيت. سيحبك من في الأرض تراه يفوح العطر بطيب شذا. ستذكر في علياء سما وستعرف أنت ولي وبه استكفيت وبه استكفيت. يا عبدي قد أخلصت منقى ما كان جزاؤك أن تشقى. قد عشت وقد كنت الأنقى وينادي الله لكي ترقى. طبت وحييت طبت وحييت. حفاظ الوحي شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان. فلتدع الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت. شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان.